مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا. كل بحضرونا دائما وتابعونا عبر شاشه عمان تي في بمطبخ بهارونات. دائما بيكون معنا وصفات رائعه وبتجنن ومميزه ومتميزه مع الشيف المتميزه امتياز. حبيت مميزه ومتميزه ومع كل التميز اليوم على طول. هلا بردهم يطفوا هلا طبعا معي بالضبط. هلا كيف حالك؟ انا الحمد لله تمام. والله مشتاقه لك. ايش هالالوان الحلوه؟ اليوم ازرق. عم نحكي عن مانجو انا وياها، اللي رايحه اليوم جايبه لبسه من مانجو. انا كثير بتاخذ من عنده خيرات حلوه اياما. كثير بحب وخلص، يعني صاروا الشباب بيعطيهم الف عافيه اللي بيشتغلوا هناك، صاروا بيفهموا انا شو بحب، فبروح بلاقيهم مجهزين لي. لا روحي خذي هذا وخذي هذا. انت بتبقى لك الالوان صراحه؟ بحب الالوان ابدا. ما بتبقى لك الاسود، كحلي، الغوامق، ما بتبقى لك. لا لا بحب الوان، بحب عشان هيك بحب الصيف، بحب هيك لا حلوين مفرفشة. حلوين انتي فرفوشة بالبقلك. يي بعدين لبقينا بعض انا وياكي. يي اول صدفة هم، انا اليوم ما شفتك فوق. صح التقينا هون هلا بس طبعا. هلا وانا عم بحكي معاكي هلا جاية طبعا. والله شوي أزمة اليوم كان، استغربت. يا شيخ والله يا شيخ، مش عارفة ليش. قبل ما نفوت بالطبخات اليوم، لأنه طبخاتنا شوي نوعا ما جديدة ولطيفة وكتكوتي، واليوم رح نستخدم فيها الدجاج المفروم بطريقة كتير حلوة وطريقة تكون هيك شوي مبتكرة، لأنه العز أنت بتعرفوا أنا بستخدم الدجاج المفروم من عندهم شي 3-4 سنين. بس اليوم غيروا الباكيتات، يعني ما كنت بعرف، فلما قلت لهم بعثوا لي دجاج مفروم لقيت إنه صاروا باكيتات متكتكين مرتبين حلوين، تقدروا تحطوهم بالفريزر تاخذوهم فروزن وبعدين تستخدموهم وقت انتم بدكم. ففي وصفات راح اعملها بالكفته الجاهزه للاستخدام. حلو. كفته دجاج، الناس اللي ما بتحب اللحمه او مثلا مش كلفتها نضلها تشتري لحمه، حلو تاخذوا كفته الدجاج او تاخذوا وين انا يا لي اين انتم، يمين شمال شمال يمين وين بتحب. تمام امورنا تمام تمام. أوكي. فاليوم رح نعمل واحده من الوصفات اللي كثير حلوه اسمها معجوقه الدجاج. معجوقه الدجاج او برجر الدجاج المحشي، فكرتها كثير حلوه. انا حاطه بس كمان واحده بالفرن عم بشويهم. احنا بنعملهم طبقه من الدجاج بنحشيها حشوه كثير زاكي من الخضروات بطريقه كثير حلوه. هلا بنعملها ورح نحط طبقه ثانيه من الدجاج. هلا بالعاده بيعملوها باللحمه المفرومه. أوكي. بس انا مثلا مياله بالبرجر اكثر للدجاج. انا بحب الدجاج صراحه، بحس طعمه كثير زاكي وبهالوصفه طلع كثير ازكى من اللحمه. حلو. ورح نعمل لازانيا مكسيكيه برضه اول مرة نعملها. حلو. برضو من الدجاج المفروم، وبتولع الطنجرة. وآخر إشي رح نعمل اللحم بالعجين، بس هالمرة رح نستخدم فيه الدجاج، فرح يصير دجاج بالعجين. ياي. بطريقة مبتكرة برضو وطريقتها كتير حلوة كتير سهلة، رح نستخدم فيها الخبز. حلو والله كل الوصفات أنا يعني ما شاء الله بحبهم. لا لا مدلعتك اليوم، تعطينا موضوع فرفوش كتكوت حلو. يعني دلعينا في موضوع والله لطيف. والله هلا بطلع لك موضوع، استني علي أعطيني دقيقتين بكون طالع. طيب خلينا نروح للازانيا المكسيكية، على ما طلعي لك الموضوع الكتكوت اللي براسك نروح للازانيا المكسيكية. يلا للازانيا المكسيكية بالجاج رح نحتاج 500 جرام جاج، العز مفروم، لازانيا مسلوقة، بصلة مفرومة، ثوم مهروس، فلفل رومي ألوان، علبة ذرة، علبة فاصوليا حمراء، معلقة كبيرة ملح من الكسيح، معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، معلقة صغيرة بهارات مشكلة. لصوص البشاميل رح نحتاج 4 أكواب حليب من إنجوي، 4 معالق كبيرة طحين، 4 معالق كبيرة زبدة، ملح وفلفل أسود من الكسيح، رشة جوز الطيب، معلقة صغيرة بديل مرق دجاج. بلشنا هيك، اخذنا الوصفه الاولى رح نبلش فيها اللازانيا. اعتقد هي معشوقه الملايين، يعني ما في حدا ما بحب اللازانيا. مليون بالمية. في وصفتين رح اعملكم اياها السبت، رح نروح كمان للكبسه المكسيكيه. انا اكتشفت انه في شوي من المطبخ المكسيكي بيشبهنا، صح؟ بس بنعدل تعديل كتير بسيط بالبهارات بصير اكلنا حلو. فهون الكبسه المكسيكيه واحده من الكبسات اللي عملناها قبل، احنا عملنا كبسه الخضار بس لقيتها بطريقه مكسيكيه كتير زاكيه. برضه انك تروحي مطاعم كتير، تقعدي تقابلي ناس كتير، تتعرفي على ناس بتساعدك تضلك تنوعي. يعني بضل اقول بعد 4 سنين على هو كل يوم عندي حلقة، مش سهل أضل أجيب أفكار. والله يعني بياخدني، تتذكري ايش بقول لك؟ صح صح، بياخذني وقت اكثر من الطبخ نفسه. الطبخ اسهل شيء انك تخططي او تعرفي شو بدك تطلعي بافكار، يعني وتحديدا انه بكل حلقه ما عم تعملي وصفه، عم تعملي وصفتين وثلاثه، فيعني صح بدها يعني شوي الموضوع صعب عشان نضل نعطيكم افكار كثير حلوه، نكون شوي مميزين ومختلفين عن برامج الطبخ الثانيه. صح. هلا واحده من الاكلات اللي اكلتها حديثا هي مش بالعجينه اللازانيا، هون بيعملوها بخبز التورتيلا. اوكي. بيعملوا طبقه من خبز التورتيلا، بحطوا طبقه من البشاميل او خلينا نقول بين الصوص الجبنه، وبعدين
بعدين بحطوا طبقه من الدجاج المكسيكي اللي هو بيكون داخل فيه شويه فاصوليا شويه ذره نكهات مكسيكيه. بعدين انا قلت خلينا نغير بالوصفه ونعملها لازانيا وندوق طعمها. كثير طلعت زاكيه. يعني انا قبل ما اقول لكم اي وصفه بكون مجربتها على العيله وعلى الجيران وعلى كل حدا لاتاكد انه التفاصيل تكون كثير ممتازه. فاحنا اليوم رح نعملها بطريقه مكسيكيه مبدئيا عشان الاشياء تبعتنا ما تكلفنا كثير، واحنا متعودين نشتري اللحم المفرومه اللي هي لحمه الخروف يدخلها بكفته بعرايس بمعجنات. اليوم العز اكيد كلاتكم تعرفوا من فتره كثير طويله انه احنا عم نستخدم من عندهم الدجاج المفروم اللي هو نفس مبدا اللحم المفرومه اللي احنا بناخذها. الدجاج المفروم متوفر بكل فروع العز، اضافه بتقدر تاخذوه عن طريق ابلكيشن توصلكم خلال نص ساعه. استبدلوا اللحمه بالدجاج، اول شيء كوست اقل، حلو نكهتها لذيذ. انا بحب نكهه الدجاج بالتفاصيل، يعني مثلا انا مياله للدجاج اكثر، في ناس مياله للحمه اكثر، بس بحس الدجاج عن جد ناس محبينه اكثر. انا بالنسبه لي بحب الدجاج اكثر، اللحمه ممكن احبها بوصفات معينه كثير بسيطه. صح انا كمان يعني تحديدا اللي بتكون مثلا لحمه مفرومه او هيك اوكي بحبها وبتقبلها، بس بشكل عام لا انا مع الدجاج كمان زيك مليون بالمية. فانا استخدمت بهاي الوصفه الدجاج المفروم، زي ما قلت لكم تقدر تاخذوه فريش بتقدر تاخذوه فروزن، موجود بكل فروعهم. وشوفوا الباكيت مرتب متكتك، بتقدروا تاخذوا كل شيء اللي بدكم اياه تحطوها بالفريزر، بس تستخدموها وقت بدكم. انا لاني حاطه بالفرن هدول بدي اشي بالفرن لا تحمروا شوي. هاي معروك معروك معجوقه ست معجوقه، يعني ست معجوقه بتعرفي ست معجوقه زي حالاتي انا دائما معجوقه بالحكي معجوقه بالطبخ معجوقه بكل شيء. هاي ست معجوقه بس أوكي. ثواني رح افتح لكم اسمع بجننوا، رح اطفي الفرن من تحت لانه خلص اخذوا لون من تحت، بدي اياهم ياخذوا لون حلو متكتك بس من فوق. فخليني اقربهم شوي لانه حتى الدجاج المفروم ما دامه انفرم عمره قصير كثير بالطبخ، 12 دقيقة 10 دقائق 8 دقائق هيك خلص بكون تمام. خلينا نعمل اول شيء الحشوة تاعت اللازانيا عشان نروح انا وياك الموضوع هيك كتكوت. انا عم في بالي موضوع انا في عندك موضوع يلا هاتي. بتعرفي ام العريف؟ طبعا انا اللي بعرفها. بنحكي عن ام العريف. يا الله كيف معك يا الله، هذا الموضوع مستفز جدا. يلا اوكي هلا بنحكي عن ام العريف، بس خلينا نحكي بس حشوه اللازانيا. أوكي. اول شيء اخذت الدجاج المفروم، دائما انا كل تفاصيل الدجاج انتم بتعرفوا بستخدم صدر دجاج بالحشوه او استخدم الدجاج المفروم، لابد انه تخلوه على النار مع شويه زيت او زيت زيتون او زيت شعمان يتقلب ليصير لونه على بياض. حلو. عشان نتاكد نزلت سوائل نزلت ميته. هلا انا بالعاده الدجاج بنزل سوائل، خلينا نقول الدجاج المفروم بنزل سوائل، انا هاي صار لهم 5 دقائق بستوي على السريع. بس شايفه المي هاي ما بدي اياها، ما بدنا المي لاني بدي احط الخضروات وما بدي استنى الدجاج ينشف، بديش اياه يصير يعلك معي. اوكي. فمجرد ما اخذ اللون الابيض الحلو، وانا كمان غازي بيساعد انه ينزل اللحمه او الدجاج سوائل لانه بطيء شوي عن الغاز الموجود بالبيت. اوكي. هلا الدجاج المفروم اللي اخذته راح احط عليه بصله مفرومه وراح احط عليه فليفله. حلو. انا بدي احطهم لاني بدي اياهم فيهم قرشه كلهم مع بعض رح بعد ما يستوي عشان ما يطولوا على النار. مليون بالمية. أنا هلا خلينا نقول الدجاج ثلاث أرباع سوا يا دينا. حلو. تمام. حطيت عليه بصلة مفرومة بدي إياها شوي تبين، ففرميتها على إيدي مش خشن ناعم. وعندي الفليفلة الملونة، عندي فاصوليا حمراء. حلو. وعندي ذره. هيك اخذنا النكهات المكسيكيه اللي احنا متعودين عليها. وحطيت ثوم مهروس شفتك كمان حطيت ثوم مهروس. أوكي. عشان ياخذ الدجاج بحب النكهات. حلو. الفرق بين الدجاج واللحمه لحمه ملح فلفل اسود امورها ممتازه. خلص. بتكون زاكيه. بتزيدي عليها شويه بهارات برضو بتطلع كمان طيبه بنكهتك. صح. الدجاج بيعشق البهارات والنكهات فبحب نكتر منه. حلو. احكي لي يا ستي شو رايك بام العريف؟ فاتي نسمع رايك بام العريف. كانت ام العريف ولا ابو العريف؟ ابو العريف. اثنين. انا بالنسبه لي هذا الشخص جدا مستفز، يعني حلو الواحد اذا بيعرف بموضوع معين بده يعطي خبراته او المعلومات اللي سمعها بيكون حلو، بس لما احنا بنحس حالنا انه احنا بنفهم بكل شيء ونوصل لمرحله انه بنفتي بكل شيء سواء كان صح او غلط بس لانه لازم اعمل لازم افتي. انا بعرف. هاي لا 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 لا, لا لازم افتي لازم افتي. بدنا نحكي عنهم هلا هذول اللي بيعرفوا بيفهموا كل شيء بيعرفوا بكل شيء. طيب بدنا نحط بهاراتنا، ملح فلفل اسود، بهارات مكسيكيه او بابريكا او بهارات مشكله، انا دائما ما بدي اكلف عليكم فبحط بهارات مشكله، بس اذا انا بدي ازيد شويه بهارات تاخذ نكهه مكسيكيه هي عباره عن كمون كزبره. اوكي. كمون كزبرة. شوفوا المطبخ الهندي والمطبخ المكسيكي كتير ميالين للكمون والكزبرة أكتر منا. صح. حطي أنا حاسة هاي جوزة الطيب كتير حطيت راح تمرمر سنة نقيم لأني ما انتبهت إنها جوزة الطيب. نقيم نقيم هاي الغلطة اللي بتصير. وطبعا ملحاتي أكيد زي ما أنتم متعودين من الكسيح وفلفل أسود من الكسيح. صح. حشوتي نوعا ما صارت جاهزة. أوكي. بس رح اضيف عليها شوي من البشاميل، بس نعمل البشاميل للبشاميل واحنا بنحكي عن ام العريف. البشاميل خلاص تعودنا عليه قد ايه بسيط قد ايه سهل. كل فكره البشاميل عباره
مقادير ثابتة، حرقة ايدي عادي. واضح انه الطنجرة بتحسينه بالدار. بجد بالدار. عن جد انا بالبيت تعرفي كل امهات مش بس انا بتستخسري تروحي تجيبي ايش بسموها هاي اللي بتمسك مساكل. مساكل ايوه برافو عليكي. المسكيلي فبتروحي بتقيميها بسرعه بتحرق ايدك شوي وهيك وابصر شو خلاص. اكثر وحده بالعالم دائما اصابات ماما، يعني الله يحميها بس دائما ايدها محروقه من هون ومن هون. ما كل الامهات لانه علينا افكار غريبه يعني مش عارفين وين بنجيبها، بتكون تختصر الوقت فبتخترع حركات غريبه عجيبه. كل الامهات والله صححوني اذا انا غلطانه، كل ما بتعرفي هاي تزيح المقلايه هيك بطرف انه خلص يلا شو بده يصير بزيحها بسرعه. طيب احنا مقادير البشاميل هي مقادير ثابته، 4 معالق من السمنه او الزبده، 4 معالق من الطحين كبيره، طبعا بنحكي 4 أكواب من الحليب. حلو. هذا العيار الثابت. بدك البشاميل يكون اخف، شو بتروحي تعملي؟ بتقللي شوي من الطحين. أوكي. بس بنحكي البشاميل المتوسط الكثافه اللي احنا متعودين ناخده مع اللازانيا او مع المعكرونه بالبشاميل هو ثابت. بتحمص شوي على النار عشان نكهه الطحين ما تبين، هي الفكره من التحميص. انت لو حطيتيهم كلهم على البارد نفس النتيجه. اوكي خلاص احنا هذول خلينا نطلعهم عشان اورجيهم اياهم. 6 معجوقه صارت جاهزه. 6 معجوقه احنا ذكرتيني ب6 مشهوره وست حشوره، تذكري هذا الشيء كنا نحضره واحنا صغار. ست حشوره وست مشهوره. طب هاي المعجوقه هلا رح افتح واحده اورجيكم اياها، بس احط البشاميل على النار لحتى بس يبلش يصير قوامه كثيف. حلو. هلا قبل ما نروح ل6 معجوقه مره ثانيه، احنا عملنا الحليب كالعاده، عندنا حليب انجوي الباودر اخذت منه 3 معالق مقابل كوب من المي، صار عندي الحليب السائل. أوكي. احنا بوصفتنا حليبنا بده يكون سائل، فبنعمل من حليب انجوي الموجود منه اكثر من حجم، موجود مدعم بفيتامين د، موجود سوبر ماركت هايبر ماركت دكانه في كل مكان. حلو. 4 أكواب بعد ما نحل الحليب يكون معي 4 أكواب سائلين، 4 أكواب سمنه، 4 أكواب طحين، وعندي هلا 4 أكواب من الحليب. حلو. حليبنا يفضل دائما لما نعمل البشاميل عشان ما يكبتل يكون بحراره المطبخ. حلو. ما تغلي قبل، ما تغلي يكون عادي، يعني مي خلينا نحكي من الفلتر من الحنفيه بدرجه حراره المطبخ وبنحطها على 100%. هلا نرجع للحشوه، وعندنا هنا المعكرونه اللازانيا كمان صارت جاهزه. شوفي الحشوه منظرها، بالله تشوفوا لي منظر الحشوه، طلعوا عن جد بجنن منظرها وريحتها. بجنن ريحتها، بتجنن، بس حاسه ناقصها ملح من الريحه. اذا انا بكون شوي هيك فاهمه صح من الريحه، حاسه دلعة ما بعرف. عم بحاول انا، ما شفتيني كيف صفنت. اسمعي ملح له ريحه. بصير نسالهم هدول السؤالين، الست ام العريف وابو العريف وسيد ابو العريف، وبدنا نعرف السيدات كلهم بيعرفوا الاكل من الريحه. اللحمه والبندوره والدجاج بتقدري تعرفي من ريحتهم انهم ناقصهم ملح او لا؟ جد والله العظيم. سيداتي العظيمات اكدوا لي حقيقي. هلا مروه انا وياكي اظن لازم نصف على جنب، هاي بتطلع مع الخبره. هلا مروه اسالي امك والله على السريع، دينا اسالي لي امك في المساج. والله هلا بس انه الامهات بيعرفوا الاكل اذا بيحتاج ملح عن الريحه مش عن الطعم. اوكي هاي بس هاي اظن خبره سنين بدها، لانه انا بطبخ مرات بس ما وصلت لهي المرحله. مرات ما انت مرات انت مثلا دينا صار لها معي 4 سنين على الهواء، ممكن بال4 سنين تبخت 5 مرات يعني. عشان هيك بقول لك مرات. بس نفسها بالاكل زاكي يعني، ما بدها تطبخ بتطبخ. ما شوفي لاني بطبخ لما يكون جاي على بالي، فبتفنن كثير منيح بالطبخ. طيب احنا هيك خلصنا هاي الوصفه، بدي اقيم ام شو اسمه المعجوقه من العرف بدي اسميها. ام العرف. بدي اقيم ست معجوقه عشان اورجيكم اياها كيف راح تكون من جوا، اقدمها وناخذ وصفتها، لانه وصفات اليوم كلها بالدجاج صحيح، بس اني مستخدمه الدجاج المفروم ما راح تاخذ معنا وقت. حلو. وانا عم بقدمهم بصير بعد اذنك يا ليث ناخذ وصفتنا تاعت المعجوقه. يلا. لمعجوقة الدجاج أو برجر الدجاج رح نحتاج 1/2 كيلو كفتة من العز، ربع أو 1/2 كوب أورشلة من الكسيح، أما للحشوة رح نحتاج 1/2 كوب فلفل رومي ألوان، 1/2 كوب فطر، بصلة مفرومة، ثوم مهروس. كمان رح نحتاج معلقة صغيرة ملح من الكسيح، معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، معلقة صغيرة بابريكا، جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر.
طيب احنا هيك اخذنا مقادير المعجوقه، بس قبل ما نعملها لانه بدنا نطلع فاصل بدك تورجينا اياها، بس بدي اورجيهم شكلها وبعد الفاصل اكيد نعملها مع سوا ونطبق اللزان. لزانة كل تفاصيلها جاهزه، ما بتاخذش معنا بالفرن بعد ما عملناها بهي الطريقه 10 دقائق، فامورها كلها سهله. بس لو تعطيني الصحن اللي جنبك خلينا ناخذ وحده اورجيهم اياها، بس بدنا نرش رشه بقدونس هيك كتكوتي حلوه وبتحطوها بخبزه برجر بتطلع شيء بشهي القلب. نقيم هذا على جنب، شوفوا صحون جديده ما احلاهم بجنن ورسمون. خليني اجيب اورجيكم الست معجوقه كيف بتكون، بس بسم الله اورجيهم اياها كيف بتكون من جوا، بتجنن. طلعوا يا سلام، هي ست معجوقه. عم تمزحي؟ والله ست معجوقه مش قليله، حلوه صح. يعني الست معجوقه رح نعملها بعد الفاصل اكيد. أوكي. بس حبيت اورجيكم طلعوا هاي فيها حشوه مليانه نكهات لذيذه، فيها مثلا فليفله، فيها فطر، فيها جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، شويه بقدونس، يعني حشيتها حشوه مرتبه. والنص كيلو بعملكم خمسه من اللي انا عملتهم هدول. حلو. يعني نص كيلو قد ايه سعره؟ شيء كثير بسيط، الدجاج المفروم سعره كثير بسيط عند العز. صح. وتعملوا معجوقه تحطوها بخبز برجر، لا اسمعوا خيال. وعلى فكره حتى لحالها بتتاكل بالشوكه والسكينه، طلعت قد ما هي يعني مليانه. طب ليت خلص من هالمنظر الحلو، شو مالنا يا دينا، يلا نطلع فاصل. فاصل. مع هالست معجوقة الحلوة الطالعة اللي هيك المنورة الشاشة بتجنن منظرها. هلا رح نشوف طريقتها كيف رح نعملها، بس شكلك انت بلشتي او بدك تصفتي اللازانيا. باللازانيا خليني احكي لكم على البشاميل على السريع، لانه احنا طلعنا فاصل وما حكيت لكم شو حطيت فوق البشاميل. اربع معالق من السمنة، اربع معالق من الطحين، حطينا بعد ما حمصناهم شوي عليهم اربع اكواب من الحليب، وبعد هيك حطيت بعد ما أصل القوام عندي شوي كثيف، حطيت شوي ملح، شوي فلفل أسود، ومكعب مرق جاج بيعطي نكهة كتير لذيذة للبشاميل. حلو. تمام. طبقة من البشاميل. اللازانيا عندي مسلوقة. هلأ الناس اللي ما بتحب تسلق اللازانيا ما في مشكلة، بدك تكتري البشاميل أو تخليه خفيف شوي وبعدين إنه تحطيها نية زي ما هي وتتركيها بالفرن 50 دقيقة. أنا الصراحة بعمل هاي الحركة لأنه 10 دقائق بالفرن تكون جاهزة. أوكي. آخر إشي كمان زدته على الحشوة بالفاصل الفطر، أنا مقطعة فطر زدته بالآخر بعد ما طفيت النار. أوكي. طبقة من الحشوة المكسيكية اللي ريحتها بتشهي القلب. احنا ريفون مسافر فضحينا بهيثم، قلنا له تعدوقي يا هيثم بحب تذوق الملح وكذا عشان شباب ياكلوا، لازم بعدين حدا يستلم مهمه ليفون 100%. فهلا سلمناها للسيد هيثم. نرجع نحط طبقه ثانيه من اللازانيا. هلا بس عشان اختصر للوقت بدي اعمل حشوه الست معجوقه. اوكي. حشوه الست معجوقه بتحكي عن اي خضروات موجوده عندك بالبيت. حلو. تمام. رح نستخدم فيها الدجاج المفروم اليوم، ولكن تقدروا تعملوها باللحمه، بس صدقوني بالدجاج طلعت بتجنن. لا الدجاج انا صراحه اول شيء بصله، انا متاكد اني انا جايبه بصل ثاني. لا الحمد لله. منيح. مش جايبه. مش جايبه فكرت يعني منيح على طول. خلص خلينا شوي لعاد بدنا نعمل هلا شو اسمه اللي هي اللحمه بعجين. أوكي. رح نحط عليها زي ما ورجيتكم بصل وعندي فلفل، بدي اعمل كميه كثير بسيطه، انا رح اعمل بس قدامكم تنتين. أوكي. ورح احط الثوم المهروس لانهم كلهم خضار ما رح ياخذوا معي وقت، فحطيتهم كلياتهم مع بعض بمقلايه. بالبيت عندي جزر مبشور، يا سلام بيطلع بجنن. عندي بس فلفل وبصل وثوم بيطلع كمان بجنن. بدي اضيف معاها نوع من انواع المرتديلا كمان بيطلع بجنن. حلو. بس انا الصراحه امبارح مع خضروات عن جد طلعت بتجنن. بتشهي القلب. نرجع سريعا جدا، حطينا بصل قلبناه، حطينا ثوم، حطينا عليه اللي هو الفلفل الملونه، وراح احط شوف الموضوع كثير سريع فطر. حلو. يا معلب يا فريش، انا الصراحه عندي فريش، انا بحب الفريش كثير نكهته بتختلف يعني زاكي كثير من هذا ما بقرط معاكي. بالضبط. ما بقرط معك، وعلى فكره نفس السعر المعلب. بس في ناس بتحب تجيبه عشان موجود بالبيت اي وقت. بالضبط صح. بس تقلبتين ثلاثه للحشوه، راح نضيف عليها ملح. هاي ريحه كمان دايبس قوى لانه مقليين مع شويه زيت من زيتات شعبان. بابريكا وشوي من البهارات المشكله. تمام. هاي تفاصيلي هون صارت جاهزه لان كل هذا الحكي. اوكي. بدنا نطفي عليها النار. تخيلي قد ايه الموضوع سهل. كثير سهل وسريع ما بده بصل
توم فليفله، حطيت عليهم فطر، ملح، فلفل اسود. حطينا ملح ولا لا؟ انا تذكروني لا ملح حطينا بس شويه فلفل اسود زياده لانه مع الفطر كثير زاكي. صح. خلصنا بالاخر برش رشه بقدونس. أوكي. الحشوه هيك صارت جاهزه بس انا عشان بدي اياها تبرد. حشوه المعجوقه الست معجوقه صارت مالها جاهزه. على السريع بدي اكمل اللازانيا عشان ادخلها بالفرن وتكون هيك بردت حشوتي. حلو. طيب نحكي عن الناس ابو العرف. يلا خلينا نحكي عن ابو العرف. عم بيقولوا لك منظر المعجوقه لا يصلح لاصحاب القلوب الضعيفه. ايوه احلى صراحه، عن جد منظرها بجنن وفكرتها جديده يعني. ست معجوقه ما اعتقد كثير ناس بيعرفوها او عملوها. ولسه مروه برافو عليها ذكرتني بشغله، بتقولي بتشبه الكوردن بلو. الكوردن بلو بيكون صدر دجاج صح ومحشي من جواته جبنه ومرتديلا مثلا او يعني انواع من انواع المرتديلا تشبهها. بس هاي بتقدري زي ما انا قلت انه بتتاكل حتى لحالها يعني مش ضروري تحطيها بسندويشه لانه فيها خضار وفيها جبنه وفيها يعني اكثر من شيء. اسمع وجبه كامله متكامله وما بتكلفك كثير. هلا الكوردن بلو ممكن شوي، هلا كوردن بلو من الاكلات اللي بعتبروها شوي فزلكه. فزلكه لانه شوي بتكلف. انه بتكلف يعني عارف انه لو انت عائلتك 8 اشخاص بدك 8 قطع من صدر الدجاج ومن هذا الحكي بالضبط. احط طبقه ثانيه من البشاميل احطها. نيجي على ناس ابو العريف. كنت تحكي مع اي شخص من دار ابو العريف سواء ست او رجل والله كذا كذا، ما انت بتعرفي 1 2 3، انا بقول لو غيرتي كذا. طب سوري انت موضوع بتفهمش ليش بتحكي؟ اجد ليش احكي وجهه نظرك ليش تفتي؟ وهذا اللي مثلا حتى لو شو ما بتجيبي انت لبيتك، بس بتجيبي غساله ثلاجه اي شيء غاز لا انت لو جيب هذا النوع من بصر وين انت لو حكيت لي؟ طب ليه ما سالتني قبل ما تجيب هذا الشيء؟ هذا هاي الجمله بتستفزني، ليه ما حكيتي لي قبل؟ يعني انا معقول كل ما بدي اعمل شيء لازم ارن عليكي اسالك انه مزبوط اجيب غاز اجيب الثلاجة الفلانية؟ اسمع مليون بالمية ومستحيل يعجبهم العجب، وبفهموا بكل شيء وبيعرفوا بكل شيء، بفهموا بالسياسة وبفهموا بالطب وبفهموا بالاقتصاد وكله دارب العريف. وين المشكلة فيهم؟ انه اي حدا قدامهم ما بفهم، يعني انت شو ما تحكي انت ما بتفهمي، انا اللي بفهم بس بكل شيء. فهذا النوع من الناس انا شخصيا ما بقدر. يعني بصير بدأ بصير لا احكي احكي لا هدول قصه تسالي واحد على الطريق عن جد والله مستحيل اقول لك والله ما بعرف. يعني حرام حرام في ناس مال بيمين دغري بعدين اعتقد اعتقد هي كلمه اعتقد بس تسمعوها واحد بيقول لكم على الطريق يقول لك اعتقد اعرف انه الموضوع غلط. كله سلام وضلك ماشي. والله والله جايها عريس لفلان والله اسمعوا ايش بيشتغل بيشتغل كذا. انا بحكي اللي بيشتغلوا في هذا الشغل مش كويسين سنجين مثلا. طيب انت شو عرفك؟ طب معلش معلش تحتفظ بمعلوماتك لنفسك لانه يعني حقيقي انت شو عرفك؟ معلومات جد ما لها داعي. لو في معلومات جد ما لها داعي وبكون بالنهايه كمان ما حدا سالك يعني يمكن ما حدا بده رايك اظن، فانت صح. لازم تسال قبل اذا حدا بحب يسمع رايك او لا. بس انا بحس ابو العريف موجود بكل بيت. دائما في ابو العريف واغلب من الرجال بيكون بتصدقي؟ على فكرة صححوني إذا أنا غلطانة، أغلبهم بيكونوا من الرجال لأنه بحسوا إنه ما بصير معقول يكونوا ما بيعرفوا إشي، بحسوا لازم يكونوا بفهموا بكل إشي ببلشوا يفتوا. والله برافو وخذوا لك أنت إفتاءات. والله أنا وياكي حرب من الرجال رح يصير علينا اليوم الحمد لله. يعني إن شاء الله لا، بس إحنا بنحكي عن يعني حقائق. حقائق يعني أنا ودينا نادرا لننم الصراحة، إحنا بنحكي حقائق بنشوفها بالحياة. صح صح. طيب انا هيك بس خلصت اللازانيا. انا الحمد لله سالقه كميه اعمل صينيتين بس عملنا صينيه واحده. راح طبعا احنا حكينا كل شيء فيها مستوي كل شيء، الحشوه اللازانيا ما راح تاخذ معي من 10 ل 12 دقيقه بس خلينا نقول البشاميل بتسبك وكمان بتاخذ لون كتير لذيذ. صح. مع بعضه تمام. المعجوقه قبل الفاصل شو عملت؟ حضرت حشوه المعجوقه اللي هي كانت عباره عن بصل وثوم وفليفله وبعدين حطيت عليهم فطر وحطيت عليهم اللي هو الملح فلفل اسود والبابريكا. حلو. حطينا الطبقه الاخيره اللي هي الطبقه الاكبر على الصينيه. وعلى فكره ارجع اذكركم كل شيء بستخدمه او بتشوفوه من الادوات المنزليه اللي عم بستخدمها هون هي موجوده عند الشريط الذهبي الفرح والموجود بالمقابلين. حلو. عاملين عروض مددوا العروض تبعتهم اللي عملوها يوم الجمعه، كثير بحب انكم تروحوا تستفيدوا من العروض الموجوده عندهم. بس بدنا ناخذ طبقه البشاميل ونفردها منيح. انا حطيت طبعا عليه ملح فلفل اسود وبديل مرق الدجاج مكعب حكينا عشان نعطي نكهه لذيذه للبشاميل. حلو. قد ايه قلتي لنا بالفرن؟ ما رح تاخذ وقت 10 دقائق لحتى تاخذ لون وتتسبك الامور. بس انا بحب الصراحه هدول 10 دقائق او 7 دقائق من تحت يكون الفرن وبعدين من فوق. أوكي. نحط لها جبنه موتزاريلا. تمام. حلو. على الوجه بعدين بتفوت على الفرن. حلو. اذا هيك صارت جاهزه 10 دقائق بتكون امورها تمام التمام مليون بالمية. ليث بقدر اعملهم بس وحده احشيلهم وحده لانه ما بتاخذ وقت ولا بعد الفاصل؟
يعني دقيقة تاخذ معي دقيقة لأنه كل فكرتها كتير سهلة. طيب يعني نودي هاي على الفرن أوكي. عشان نحط، بس شوفي كيف أنا، والله اليوم ينطبق علي مثل ست معجوقة. ست معجوقة هي وحياة الله. دائما بقول لك الاشي بتفكري فيه كتير. ليش تستحي يا علي؟ لا الله يسامحك، مش بيناتنا ليك. لا رحم الله امرئ، والله العظيم انا عن حالي رحمه، قال امتياز تحكي كتير، والله هي حقيقه. يعني ليه انكر واقول لهم لا؟ حلو الواحد يكون عارف حاله وعارف ايجابياته وسلبياته. والله العظيم يعني انت بتحكي حقائق، يعني الناس بتقول لي امتياز والله لو تهدي شوي بكون اقول لهم يا ريت، بس ما والله بقدر. ما بعرف والله صعب. يعني بقولهاش، لا بحكيش، بعملش، بسويش، بقدرش. بس لا ما بزبط. طب ليث عشان عن جد احكي لك شغله، خلينا نطلع فاصل، خليني انزل هون الكفته وافرد لهم اياها بعد الفاصل لانه على السريع عم يحشي. اوكي اذا الفاصل رح نرجع، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، مكملين معاكم بحلقتنا. وصفاتنا اليوم جدا مميزه، كلها بالدجاج، تقريبا الدجاج المفروم، وهلا عم نعمل ست معجوقه. نستنى فيها من اول حلقه. ست معجوقه اسهل فكره بالدنيا. اول شيء انا هاي بالست معجوقه استخدمت الكفته اللي بتيجي ورجيتكم اياها في بدايه، انا استخدمت المغلفين كمان. الكفته بتيجي جاهزه اللي هي دجاج مفروم عليها الملح والفلفل الاسود البهارات تبعتها جاهزه تستخدميها وتعمل فيها كفته بطحينيه، كفته بالمندور اللي بدك اياه. بس انا الدجاج المفروم دائما مش مثل اللحمه ايش بمسكها؟ الدهن. صح، الدهنه اللي فيها بتمسكها، وبالعاده بنفرم دهن زياده فبتدوب اكثر وبتمسكها بطريقه حلوه. صح. انا عشان الحشوه سواء استخدمت اللحمه المفرومه او الدجاج المفروم من العز او استخدمت الكفته حطيت عليها شوي من البقسماط. ليه؟ عشان الحبه وهي عم تستوي، يعني حبه ست معجوقه ما تسيح وتتشقق معي، اوكي تضلها ماسكه حالها وما تنزل سوائل. فانا حطيت تقريبا، حطيت لكم بالمقادير تقريبا نص كيلو، بس عادي لو زدتوهم شوي ما في مشكلة، وأنا حتى برش على الوجه عشان بياخدوا لون كتير حلو. حلو صح. تعجنوهم مع الكفتة أو مع الدجاج المفروم، إذا نستخدم الدجاج المفروم نحط عليه ملح فلفل أسود وبابريكا وبس. بس نستخدم الكفتة، الكفتة جاية متبلة جاهزة ما بتحتاج إشي. حلو، يعني هون أنت بس ضفت عليها البقسماط عشان تمسكها بطريقة كتير حلوة بس أشكلها. حلو. هون حط، إذا بنستخدم لحمة عادية بس اللحمة زي ما هي ملح فلفل أسود فقط. حطيتهم على ورق فويل أو حطيتهم على اللي هو كيس بلاستيك موجود عندي بالبيت عشان أفردهم بكل سهولة وأشكلهم بكل سهولة. بدي أخذ الحشوة، الحشوة عندنا هلأ صارت باردة، تمام؟ شوفوا الحشوة ما أحلى، هي عبارة عن بصل، فليفلة، توم، شوي بقدونس، وحطينا فطر ملح فلفل أسود وبابريكا. وعشان نعطيها الجبنة السايحة اللي أنتوا شفتوها رح أخذ قطعة من جبنة الموتزاريلا أحطها وجبنة تشيدر. تشيدر كمان إذا موجودة عندنا بالبيت الجبنة تشيدر بيكون ممتاز، مش موجود بقدر نحط الجبنة السائلة أو الجبنة الكريمية اللي صح. احنا متعودين عليها. حلو. وباخذ القطعة الثانية ومنغطيها ومنسكرها. اوكي طب تمام هيك عشان تتشكل. بعدين بسكرهم هيك مع بعض التنتين، اتاكد انه انا ضغطت عليها من كل الجهات عشان ما تسيح الحشوة معي. اوكي وانقلها على الفرن. الوجه ما بحتاج، تقدر تحطوا معلقه سمنه، بس انا الصراحه حسيت ما بتحتاج ولا شيء زي ما هي. هلا انتم بتلاحظوا انا بستخدم ورق الزبده. ليه؟ ورق الزبده بيحافظ على هالصينيه مرتبه نظيفه فيش فيها ولا شيء، ما بتضطري تتغلبي وتجلي وتخربي صوانيكي، وانا بستخدمه بالعاده من فيوتشر. حلو. فيوتشر، ورق النايلون، ورق الفول، ورق الزبده، ورق الشوي هذا اللي انا عم بستخدمه اليوم، كله موجود بفرعهم الرئيسي الموجود بالمقابلين. حلو. الحلو بالفيوتشر انه اشياءكم سعرها ممتاز، تستخدموها بتتلفوها على طول سواء كانت كرتون او بلاستيك، كلياته موجود عند فيوتشر، موجودين بسوبر ماركت، هايبر ماركت، بكل مكان. اتفقنا؟ اوكي. نسال ام العرف. ام العرف تجاوبنا. طيب قبل ما ادخلهم على الفرن، رشه من البقسماط من الكسيح، طبعا متوفر بنكهتين، النكهه الحاره اللي لونه على حمار اللي بجنن، وعندنا هذا العادي اللي هو لونه ابيض. على الفرن على حراره 180، بتحتاج معنا تقريبا 12 دقيقه من تحت، بعدين بنحمرهم من فوق حسب قد ايه انتم بتحبوا تحميرتهم. حلو. انا فرني بيشعل من فوق من تحت، فرح يعني شو اعمل، اخليهم 7 دقائق 8 دقائق لانه فرني بيشعل من فوق من تحت. بدي اسوي كمان وحده هيك عشان الكل ياكل، ونروح لوصفتنا الاخيره ونعمل دجاج بالعجينه. يلا.
للدجاج بالعجين الكذابي رح نحتاج 500 جرام دجاج مفروم من العز، بصله، فلفل رومي احمر، فلفل حار، بقدونس، ثوم، معلقه صغيره ملح من الكسيح ومعلقه صغيره فلفل اسود من الكسيح. كمان رح نحتاج معلقه صغيره بهارات مشكله، معلقتين كبار دبس رمان، معلقتين كبار باربيكيو صوص، وخبز تورتيلا. هيك مع مقادير وصفتنا الاخيره عم نشوف هلا بس ست معجوقه تجهز بس آخر. اخر وحده اسمع موضوعها كثير سهل كثير سريع ما بتاخذ منكم لا وقت ولا جهد وما تقلقوا ولا بتتشقق ولا بصيرها شيء وبتطلع طعمتها زاكيه بتقدروا تاكلوها لحالها جنبها خضار سوتيه وبتقدروا زي ما انا عملت اليوم يعني تحطوها بخبزه برجر وتاكلوها مع خبزه البرجر حلو بس هيك عشان اسكرها كثير منيح برجع بحط كيس البلاستيك بعدين بسكرها بدي ارش عليهم زي ما قلت لكم مره ثانيه بقصومات عشان ياخذوا لون حلو بعطي لون كثير حلو يمكن كمان ارش شوي كمان بتصير اكثر مع مليون بالميه وما واذا فيها سوائل نزلت من الدجاج السوائل بتروح مع البقصومات هلا اذا ما عندنا ورق الزبده ايش بنعمل بندهن الصينيه سمنه او زيت او زبده وبنستخدمها تمام هلا الوصفه الاخيره انا مش عامله منها ولا شيء بس بخمس دقائق بدها تكون جاهزه لحتى ناكلها احنا واولادنا بس خلينا نودي هدول على الفرن عشان هدول رح يجهزوا بعد الفاصل اوكي وهدول قد ايه بدهم وقت ما رح ياخذوا وقت تقريبا قلنا 12 دقيقه من تحت اوكي على الشبك اللي بالنص بعد هيك بنشعل عليهم النار من فوق اوكي تمام هلا بدنا نروح على اللحم بعجين لانه لازم الفاصل نبلش نخبز فيهم بالمقلايه بس أوكي. نمسح حوالينا اللي هو انت حكيتي انه لحم بعجين احنا رح نعملها بجاج رح نعملها ومش رح نستخدم عجين ومش رح نستخدم فرن انا بحب أوكي. الوصفات شوفوا رغم ان انا بعمل يعني اكلات ثقيله شوي ولكن دائما مياله للاكل البسيط السهل صح. اللي احنا اليوم بعصر سريع سرعة. سيدات بيشتغلوا اغلبهم صح. بدنا اكلات كثير سريعه برضه رح استخدم فيها اللي هو الدجاج المفروم وقلنا انه الدجاج المفروم سعره اوفر متوفر عند فروع العز كامله أوكي حلو. وزائد انه عن جد تعملي اكلات سهله وسريعه ما بتكلفك وبتبرك هذا الحلو بالدجاج بيعمل كميات منيحه وما بياخذ وقت ابدا هلا بدي اسالك بس انا الدجاج المفروم بيختلف عن اللي استعملناه بالوصفه قبل انه هذاك مبهر هذاك مبهر هذاك كفته جاهز للاستخدام اوكي تمام انا بس بدي محضره الطعام يا دينا انت بتتناوليها وانا اتناولها انا بجيبها بس خلينا ناخذها سريعا طيب انا هون على الخلطه ايش بدي احط عندي هون الدجاج المفروم نفس الشيء قلنا انه الدجاج بينزل سوائل وانا بس بدي استخدمه بدي طريقه يا احط معلقتين طحين تشرب السوائل اوكي يا انه احط اشياء عليه انه ما يضلش فيه سوائل بس بهاي الوصفه اللي انا رح اعملها هلا ممكن ما احتاج ولا شيء اول شيء بدي الفليفله الملونه واحده حمراء واحده خضراء بدنا نحطهم محضره الطعام كلياتهم تمام هي عندنا الا وهي هي البصل برضه نعمل كميه بسيطه لانه بتبرك عندنا فلفل رومي الوان احمر واخضر انا بستخدم بالعاده احمر واخضر عشان الناس اللي بتحب حر بتحط بس فلفل حار اوكي يعني انا رح احط الصراحه هون الشباب اغلبهم بحبوا فلفل حار رح استخدم واحد كله بمحضره الطعام كله حطه ورح احط ثوم مهروس اوكي ورح احط بقدونس تمام هذا على الخلطه اللي بدنا نحطها على الدجاج عشان نعمله زي كانه لحم بعجين حلو تمام حطينا فليفله فلفل حار بصل ثوم المقادير كلها كتبت لكم اياها حطوا قد ايه انتم بتحبوا حسب الرغبه وراح احط ملح من الكسيح اكيد وعندنا شوي بابريكا حلو وعندنا فلفل اسود دجاج لحمه دائما بحبوا الفلفل الاسود دائما وبحبوا البابريكا دائما رح نحط كمية فلفل أسود تمام؟ أوكي. نفس ما هي الخلطة هيك بس على السريع بدي أفرمها تكون ناعمة سريعا جدا أوكي. يعني. تمام؟ لا ساتر تمام هلا هيك خلطتي صارت جاهزه اللي هي عباره عن بصل فليفله او فلفل حار عندنا عليها ثوم وحطينا عليها بقدونس وحطينا عليها ملح وفلفل اسود بدي اخذها فوق الدجاج شوفوا انا ما حطيت بندوره ليه ليه ممكن تتخيل ليه ما حطينا بندوره فوق الدجاج طبعا لو لحمه مستخدمين
لازم تحطوا بندورة. لازم بندورة. الدجاج ليه لا؟ الدجاج يا تستخدمه اللي هو البندورة اللي مجففة يا ما تستخدموها ما بتحتاجوها. أوكي. أنا عندي بندورة مجففة بس برضو ما رح أستخدمها لأنه الدجاج والبندورة النية بيزنخوا. أوكي. عرفتي كيف؟ أوكي. طيب هون بدي أزيد شوية ملح لأني حسيت بحتاج ملح. رح أحط شوي دبس رمان بعطيها نكهة كتير لذيذة. أوكي. تحملني الثانية يا لايف. وعندي زيت شوي زيت زيتون. خلطتي او حشوتي من العجين الدجاج اللي بدي اياها صارت جاهزه. اوكي. انا حاطه مقليتين على النار. مش رح نستخدم عجين لانه حكينا احنا بعصر اليوم السيدات كلها صارت تدور على شيء سهل وبسيط، واصلا اذا بتشوفوني على انستغرام امبارح نزلت نفسها بس باللحمه. اوكي حلو. تمام حلو. شوفوا ما احلى الخلطه. الحشوه اصلا لونها صار بجنن. مع الخلطه اللي عملتيها الخضار والبهارات طالعه بجنن. ما هو انا لازم احط واحده على النار بس يا لي الثانيه اعطيني. تمام شايفين كيف الخلطه ما احلاها. دبس الرمان بيعطيها لون حلو طعم لذيذ. دبس الرمان مع الدجاج عن جد بيعطي طعم. صح صح. تمام كثير كثير طيبه مع الدجاج. خلص انا هلا ليث بس بدي ايش بدي اعمل اجيب اللازانيا. اوكي. عشان هي صدفه ودتني انه كانت رح تنحرق. منيح. هي حكينا ما بدها وقت ابدا فهلا صارت جاهزه. امورها بتجنن الصراحه. هلا بتشوفيها امورها طالعه. يعني ممكن احمرها كمان شوي صغيره بس اورجيهم اياها. هيها نحمرها كمان شوي صغيره ولا امورها تمام؟ والله حاسه لونها حلو هيك. انا ما بدها نتوفي بدها شوي نتوفي منيحه. لا نتوفي يلا حطيها شوي عشان تضلك انتي في جهه مش حلوه تضلك راضيه سعيده اكثر. طيب ليث بس بدي اجيب الخبزات. تخيلي هلا اعجن ليك بينتحر مني. لا شو عجينه هلا؟ لا هلا انا مقلياتي يعني. عشان تشوفوا بس الاشي اللي راح اعمله بالفاصل راح استخدم خبز التورتيلا او خبز الصاج او الخبز الشامي. حلو. ما راح نشرط عليكم. انا عندي خبز تورتيلا بس دينار ونص حقه. انسوا جيبوا خبز الشامي اللي بيكون كثير رقيق. صح عرفنا كثير رقيق. بعدين بناخذ من الخلطه تكون كمان رقيقه. لانه راح نحط جهه الخلطه على جهه المقلايه من تحت. اوكي. او بتقدروا تدخلوهم على الفرن يعني برضو الأنسب لكم. تحطوا الخلطة كل الخبزات تعملوهم تدخلوهم على الفرن على حرارة 180 الفرن شاعل فقط من فوق. أو شوفوا ما أحلاها. بنحطها بالمقلاية طالعة حلوة بتجنن. تمام يا رب المقلاية تكون حاملة لأنها ما كانش حامية بتلزق. شوفوا شو رح نعمل جهة الدجاج هيك. تمام عشان بدي أعمل كمان واحدة قبل ما نروح كمان واحدة بدنا نحط حطيت باربيكيو صوص. لا ما حطيتيه. لا 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 صبايا هيو الباربيكيو صوص اساس النكهه. باربيكيو صوص اكيد انا مستخدم. شوفي انا والله على اللون وعلى الريحه عرفت الباربيكيو صوص اذا كان متوفر عندك بيعطيها طعم التدخينه. فانا الصراحه بحبه بيفرق كثير 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 لما تعملي وصفات بالبيت وتتدخن. انا مستخدمه هذا النوع من امريكان جورمي احدى منتجات مجموعه شعبان. أوكي. متوفر بكل مكان طعمته كثير لذيذه. شوفي بس تبلش تتحرك معناته عندي دجاج استوى. حرارتي بدها تكون وسط مش كثير حاميه. حطوا في بالكم هذا الموضوع. طيب كيف بدنا نقلبها؟ انا الصراحه حاولت اقلبها بالمعلقه لما عملت الوصفه بالبيت لقيت انه نص الدجاج او اللحمه بنزل. اوكي. فشو صرت اعمل؟ اقلبها على صحن ومن الصحن ارجعها. هاي الثانيه. اوكي. هاي الثانية نحطها هون وتتركيها لحتى تستوي لما تبلش تتحرك يعني استوى مليون بالمئة. خليني اشوف اول وحدة شوف طرفها عشان بس بديش اوقع الدجاج بس ما تخافوا ما راح يلزق طلعوا عادي بيتحرك لما يستوي الخبزة بتصير تتحرك. حلو. فاصل بعد الفاصل بيكون ان شاء الله جاهزين. يلا على الفاصل. يعني وصفاتنا اليوم عن جد خيال خصوصا للناس اللي بيحبوا الدجاج او ما بيحبوا اللحمه كثير المفرومه. كل وصفاتنا اليوم بالدجاج المفروم عن جد كل وصفه اطيب من الثانيه مليون مش جداد كمان. يعني اسمع كلهم افكار جديده ما عملتها قبل وانا مع الافكار الجديده وبعد انه نضل نغير لاولادنا ولعائلاتنا كثير افكار. صح افكار افكار. اوكي انا اللي بخاف من قصه القلب هاي دائما. انه ما طيب. انا بس قلبتها على الصحن وبرجعها على الوجه الثاني. بدي اقول لكم شغله كثير مهمه لانه دائما بحب بس اعمل وصفات تضبط معاكم 100%.
اذا انت مقلايتك بتلزق او بتخافي انها تلزق ما في مشكله انك حطيتي معلقه زيت زيتون او دهنتيها بزيت زيتون. حلو تمام. انا الست معجوقه هون كمان صارت جاهزه. معجوقه جاهزه بتجنن ست معجوقه والله. لا ورجيهم اياها هدول كمان. هدول كنت عاملتهم بس خبزتهم قبل ما نفوت على الحلقه. هدول عملناهم انا وياكم هلا بالحلقه على الجهتين. رح ورجيكم اياهم. رح تنصدموا انه خبز التورتيلا اذا بتلاحظي دينا ببلش يرجع ينفخ زي كانه عجينه. طلعوا بالله طلعوا ما شاء الله ما احلى فكرته قد ايه حلوه. وهي شكلها انحرقت لانه انا نسيتها. لا والله هو لونها بجنن. بسم الله طلعت بتجنن. بس بنعمل اخر وحده. اوكي لا هذا الصحن نخليه عباره بس. وخذوا طبقه كثير خفيفه انا عمليتها بالدجاج زي ما قلت لكم. تقدروا اكيد تعملوها باللحمه. أوكي. بتطلع فكرتها كثير حلوه. طبقه الدجاج عشان احنا الحراره عندنا وسط ضروري جدا انه طبقه الدجاج تكون رقيقه او حتى طبقه اللحم تكون رقيقه كثير عشان تستوي معاكي. هلا مدانها مفرومه وداخله معها خضره المفروض انها تستوي معاكي على السريع. اوكي انا هون لانه المقليات شوفي اسم الله على السريع. هدول المقليات كمان تاخذوهم من عند السيف. هن من السيف عند الشريط الذهبي. اوكي فكرتهم حلوه. قلت لكم اذا بتقلق انها تلزق. انا صراحه قليات عندي بالبيت مثلا ما احتاجت زيت. هون اقول احتاجت شوي عشان يقلبوا معي بطريقه حلوه. اوكي تقلبوها على الجهه الثانيه بس بتعملوا فيها هيك بس تتحمر قد ما انتم بتحبوها تقيموها. والله منظرهم طالع بجنن. اسمعي وطعمهم هلا بتلفوها زي اهلا برجيكم كيف رح نلفها زي الساندويشه. كمان طريقه اكلها مع شويه مخلل شويه بقدونس طحينيه عن جد زاكيه عن حقيقي جد. يعني ما عم بعطيكم وصفه ما تكون زاكيه. خلاص انا هيك خلصت. رح نحط بس اخر وحده على المقلايه الثانيه. على المقلايه والله هي كلهم عم بيحكوا انها ست معجوقه اول مره بنسمع فيها بس شكلها كثير زاكيه. هلا الست معجوقه واللحمه بعجين اللي احنا عملناها من غير عجين كمان فكرتها حلوه. حلو هلا بدي اورجيهم الست معجوقه اللي عملناها كثير رح تحبوا فكرتها. ايه هاي صارت جاهزه برايك يا لاي؟ لا لا لا, لا آه. ليث متبع معي كثير متبع كثير شفتي عشان تعرفي. هلا انا بحب اقول لكم انه بلشت اكون ست معجوقه. هلا يعني لو ما كنت انا هلا كاينه. هلا انت دائما ست معجوقه بس في اوقات معينه بتكوني يعني كثير معجوقه. يعني حسب. هلا في وصفات بحضرها بالبيت فبكون في سلايه بالحلقه. في وصفات بتجهز كثير بسرعه زي وصفات اليوم كلها جهزت على الهواء مو محضره منها قبل. طيب هلا كيف اعرف انها استوت؟ بتصير تتحرك معك الخبزه بين المقلايه خلص يعني بعدين بس تقلبيها زي حالاتي هيك. يعني منيح انك قلت لي كان حرقت مزبوط. ما بس كان لازم تردي علي من البدايه وانا بحكي. وهاي كمان خلص بس هاي لسه ما تحركت. شايفه مدانها ما تحركت معناته امورها بدها شوي. تمام انا اموري تمام. ننقر ست معجوقه. جاد؟ لا هيك امورها ممتازه طالعه. يعني انا بحس انه مش لازم تكون لونها على بياض بالعكس. صح دينا؟ لا انا بالعكس انا بحب تكون شوي محمره بالعكس اعطي طعمه. بس هم يحمروها قد ما بدهم يعني الصراحه. كل واحد ايش بفضل. هيها شوفوا يمكن الاولاد الصغار بنقدر نخفف تحمير وقلنا احنا الكبار بنحمر. يعني طلعي هاي لونها حلو. وهاي لونها حلو بس مثلا انا لو اجيتي علي هيك بيكون طعم الدجاج اسكع. اي وانا بفضل لي هيك كمان صراحه يعني. هي اوكي خلص انا هيك خلصت. هاي عم بحكي لنا وليد العباسي هاي الدجاج بالعجين غمسوها بدبس رمان. ما انا حطيت دبس رمان بالخلطه. طلع متسهي. انا حطيت دبس رمان بالخلطه فطلعت امورها ممتازه. خلص انا هيك طفيت الغاز كل اموري تمام وكل وصفاتنا صارت جاهزه. كل وصفاتي خلصتهم خلال الحلقه. ما كنت محضره منهم شيء من قبل. ساعدني كثير اني انا استخدمت الدجاج المفروم اليوم اكيد او الكفته من العز. ست معجوقه جديده علينا شوي ولكن من الوصفات اللي كثير زاكيه رح تعجبكم. صح بدي اصلحتي عليك بس خلينا لا احنا خلصنا بس بدي انقلهم على الجهه هاي. اخذوا معي تقريبا من 12 ل 15 دقيقه لاخذوا لون كثير حلو من تحت ولون مرتب من فوق كمان. هلا بنقص هاي ست معجوقه هاي بنحط لها. واضحه الجبنه انها بلشت صح بتشبهها شوي. صح بتشبهها شوي. صح اي بالشكل هي بتشبه الكبه السوريه شوي بس انه هي لحشوتها وهذا تفاصيلها مختلفه. لا في اختلافات. بالضبط. طيب خلينا نجيب سكينه. وهي اخر وحده نفخت وبتجنن وما احلاها. احطها بس الصحن بطل يتحمل. جبناها على النار نحط شوي هون. يا سلام رشه هون. اسمعوا كلوها مع دبس زي ما قال ليث بالضبط. او مع طحينيه طعمها بشهي القلب. بتطلع واقول لكم لانه هاي خربتها انا شوي بدي اورجيكم بس الفها زي الساندويشه قد ايه بتطلع بتجنن. لفوها مثل الساندويشه اشوف. اوكي
ممتاز. هلا بنلف بنقدر يعني بعد ما عملناهم احنا نلفهم سندويشات تحديدا اذا كانوا اولاد صغار وهيك بكون اسهل كثير انهم يمسكوها ولطريقه الاكل كمان. تمام خلينا نقصها ناخذها بس عشان اورجيهم بس بنلفها مثل السندويشه. لا 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 انا وضعي سيء. لا اليوم ست معجوقه اثرت علينا شوي. والله وضعي جدا سيء. بس بحط معها مخلل شويه طحينيه شويه دبس طلعوا وبتلفوها بالطريقه اللي بدكم اياها بتمنى هيها طلعوا ما احلاها هي طلع طلع ضلك طالعه فيها كثير هيها واو عن جد بتجنن. يعني بحب الافكار لابد انه نضل نطلع بافكار بسيطه للسيدات بشكل عام. صح. سيدات اللي بيشتغلوا ايام احنا كل ما بنحب نطبخ بتصحي من النوم بتقولي اليوم عن جد مش جاي على بالي اطبخ. اخر شيء لي شغلات بسيطه ننقل هذا الصحن اعطيني انا انقل الصحن هنا فرجينا ست معجوقه من جوا نقسم ست معجوقه هاي بسم الله ما شاء الله حشوه بتشهي قلنا وكمان طلعوا ولانها سخنه مثل النار هيها يا سلام هي هي ست معجوقه هاي من الأفكار ست مدمرة مش ست معجوقة. بس اسمعي مش حدا هلأ يروح ياخدها ويفتح مطعم. لا يعني النية موجودة بس بعد سنة 20-30 بعرف. انت تضلك تعملي وصفات تقولي النية موجودة رح تروح كل الأفكار بدك تلحقي حالك. فالست معجوقة تعملوها باللحمة أو بالجاج كتير زاكية من الأفكار الحلوة تاكلوها مع سندويشة تاكلوها عادي عن جد طعمها كتير زاكي عن جد 100% يعني أبدعتي اليوم شف امتياز. بدك تذكريني على سريع شو عملنا اليوم. احنا من عندي الست معجوقة أول وحدة ننقل إنه اليوم عملنا الست معجوقة بهالصحون اللي كتير حلوين اللي مرتبين وعملنا كمان لازانيا مكسيكية بطريقة كمان مبتكرة وحلوة وتنكتها كتير زاكي وحلو نغير عن اللازانيا المعتدين عليها. بعدين عملنا آخر إشي اللي هي الجاج بالعجين كمان بطريقة مبتكرة وكتير حلوة. بتمنى يعني وصفاتي لليوم يكونوا عجبوهم تجربوهم تبعتوا رأيكم حلو بشع غيري بحب كمان أخذ طبعاً منهم الصراحة. حلو حلو الواحد بحب يأخذ أفكار من الناس. يعطيك ألف عافية كل وصفاتك كانت روعة وكل اللي حضرونا اليوم كمان يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا. بكرة حلقة جديدة من بهار ونار تابعونا وأنتم بألف خير. باي باي.